السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة فيديو لتعليم الفليكس اللي هو عادي، وهنقول على الفليكس دوت. أول حاجة تعمل كده، تفضل تلف. أول حاجة بص تلف كده، بعد كده دراعك التاني كده، تعمل كده 30 مرة وكده 30 مرة، وبرده كده 30 مرة وكده 30 مرة وكده 30 وكده 30. بعد كده بقى لما تستمر على التمرين هتلاقي نفسك عملت الفليكس كده عادي خالص ولا في اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله.